في الذكرى 75 للنكبة، تؤكد الجزائر مجدداً مركزية القضية الفلسطينية في أجندتها، بداية بجهودها في إقرار الأمم المتحدة بجريمة النكبة، إلى إعلان الجزائر معلنة أن لا أحد يستطيع تجاهل استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني بمختلف أشكالها وإصراره على نيل حقوقه الوطنية والتاريخية. تاريخيا معروف عن الجزائر مواقفها المنحازة للحق الفلسطيني بشكل عام وللشعب الفلسطيني وثورته. القرارات والمواقف الأخيرة تعكس مدى التزام رئاسة الجزائر وحكومة الجزائر ودولة الجزائر بشكل عام مع الحق الفلسطيني. من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تعزز الجزائر موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، رافضة الخضوع لمنطق الأمر الواقع، مع السعي لتحويل النكبة إلى مقاومة مستمرة. المبادرة الجزائرية اللي طرحها الأخ عبد العزيز متبون إنها مبادرة جيدة وكويسة لانضمام منظمة التحرير لمجلس الأمن، هذا رائع، وصادقت عليها جامعة الدول العربية. رغم سياسة اللاتوازي في ظل القطبية الأحادية وانجرار دول كثيرة نحو طابور التطبيع، ظلت الجزائر صوت فلسطين في المحافل الدولية، صوت يرفض المساومة دفاعا عن القضية بمنطلق الدبلوماسية التي لا ترضى الانصياع.